دقائق. وفي هذه اللحظات سعادة عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن يستعد لتتويج الفائزين في مهرجان تحدي قطر لدول مجلس التعاون الخليجي. نشاهد في هذه اللحظات نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن وشلفة الحقايق برمودة هي من خطفت شلفة الحقايق البكار مع سعد بن سالم بن عبد الله بن شعيل، وهذا هو عبد الله بن سالم بن شعيل يستلم شلفة برمودة اليوم من خطفت الشلفة، تهانينا والناموس. وهذا هو أيضا سالم بن حمد بن شعيل وعدد من محبين ومشجعين شعار بن شعيل، تهانينا والناموس. أيضا بن هدوب مع بن شعيل يستلم الشلفة الفضية، ناصر بن هدوب تهانينا والناموس على هذا الفوز لسعد بن سالم بن عبد الله بن شعيل على اختطاف برمودة لشلفة الحقايق الكار، تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. وأيضا شوط خنجر القعدان فاز به حواس، وسالم بن حمد بن شعيل يرفع الخنجر عاليا، تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق لآل شعيل اليوم، لسالم بن حمد بن شعيل ولعبد الله بن سالم بن شعيل انتزاع رموز الحقايق في مهرجان التحدي.